يا أحب شيلوا من أدمغتكم كثير من التوقعات البشرية اللي حتطلع حساب. انت حاطط حساب للتوقعات، سيب ربنا لما تقول له لماذا وإلى متى، سيبه هو يشتغل. لماذا الله بالنسبة لكثيرين هو مختفي؟ يقول له لماذا تختفي في أزمنة الضيق؟ يعني تخيلوا أنا ليا واحد صديق، ولما حصل إن أنا اتضايقت واتحطيت في أزمة ما لقيتش حد جنبي، معقولة ربنا وأنا متضايق يروح سايبني؟ معقولة أكون ليا علاقة بيه؟ مش منطقية. علاقة بيه ولما اتضايق يروح سايبني للظروف والناس والكل اللي حواليا؟ هل الله يختفي في أزمنة الضيق اللي قال عنها داود؟ طب ايه رايك بقى داود؟ هجيب لك كلام داود، بيقول ان ربنا ما اختفاش. بيقول ايه في مزمور 54؟ يقول هو ذا الله معين لي، الرب اللي بيفهم لغة عربية بين عاضدي نفسي. ناس عملونا كنت واقع والناس ساعدوني. يقول والرب بين عاضدي نفسي، أي اللي عاملين لي صبرت دولة. رأى داود أن الله لم يختفي لكن بين من ساعدوني، وكده أرى صح. لماذا تختفي في أزمنة الضيق؟ لا وما اختفاش، ده هو حتى لو واحد ربنا بعته لك يا عزيزي، ربنا اللي بعت لك. كتير بنقول إن في صدفة حصلت، لا توجد في قواميس الله ما يسمى صدفة. الصدفة دي يقولوها الناس اللي ما عرفوش ربنا، ولا يوجد شيء على الكون اسمه صدفة. وحتى الناس الذين ينادون أن الكون قد تكون صدفة غير محقين، ولا يوجد إثبات للصدفة، لأن لو صدفة يبقى علم، والصدفة ما تعملش علم ولا تبني علم. يقولوا العلم هو تكرار الشيء بنفس تفاصيله مرات كثيرة. الرب بين عاضدي نفسي الذين ساعدوني وعملوني نوع من التعضيد. أنا رأيت الرب بين الذين يساعدونني. يقول هو نفسه داود في مزمور 118، يقول ليه الرب لي فلا أخاف، ماذا يصنع بالإنسان؟ الرب لي بين معيني. أرجو أنك تقرأها صح، ساعات عندنا شوية العربي مش بنذاكر عربي، لكن يقول الرب لي بين معيني. الناس اللي بيعنوني كان الرب هو اللي بيتحرك. الرب لي بين معيني. لما بيجي واحد يساعدك وانت في أزمة، يعرف تماما ان الرب أرسل. الرب الإله اللي تقول ان هو استخبى. يا عزيزي لما بتبقى مزنوق في مكان ما ويجي واحد يساعدك، الرب قد أرسله. انت بتقول ما فيش حد هو اختفى، مين قال؟ الدكتور اللي انت رحت له هو حتى وان كان غير مؤمن لكنه الله أرسله. الرب لي بين معيني. انت بتقول استخبى، الله لم يختفي. لماذا تختفي بين أزمنة الضيق وما استخباش؟